دعم كبير تحظى به منصات التسوق الإلكتروني في المملكة وسط الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المزيد في التقرير التالي قرارات متتالية تؤكد حرص قيادة المملكة العربية السعودية على تكثيف الجهود واتخاذ كافة ما يلزم لمواجهة الأزمة العالمية المتعلقة بفيروس كورونا بكل حزم وزارة الصحة والتجارة اتخذت خطوات حازمة وراهنت على استجابة وتعاون مواطني المملكة والمقيمين فيها لمكافحة الفيروس. منع التجمعات والتكدس في الأسواق والأماكن العامة جاء في مقدمة الإجراءات الاحترازية للتقليل من احتمالية الإصابة بالعدوى. بعد أن أثبتت الدراسات العالمية جدوى منع التجمعات والابتعاد عنها كأفضل طريقة فعالة للحد من انتشار الفيروس في المجتمع. القرار الاحترازي بمنع التجمعات في المملكة جاء بالتزامن مع تنظيمات دقيقة عملت عليها لتيسير الحياة اليومية للمواطن والمقيم والسعي دؤوب على مواصلة توفير كافة الاحتياجات الغذائية حيث بقي العنصر الأهم وموضع الرهان الحقيقي باستجابة المستهلكين واختيارهم أنسب الأوقات أو الطرق للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية بشكل مباشر أو من خلال التطبيقات الرقمية المعتمدة والتي تقدم خلال هذه الأيام العديد من الخصومات والمزايا بدعم كبير من حكومة المملكة، سعياً للإسهام بتزايد الإقبال على تلك التطبيقات من قبل المستهلكين وتحقيقاً للهدف الأساسي في الحد من الآثار السلبية للازدحام. تمكين تطبيقات التوصيل والعمل بأعلى طاقة ممكنة جاءت كخطوة مهمة لاستشعار المسؤولية الاجتماعية واستمرار الحياة المعهودة لأبناء المجتمع دون وجود أي عوائق وسط مراقبة عالية. من الجهات المعنيه